يقول أنا ولي على مال قُصّر ولدي خبرة في السوق، قمت بشراء أرض لهؤلاء القُصّر والمتاجرة في مالهم دون الرجوع للقاضي، هل علي إثم في ذلك؟ ليس عليك إثم في ذلك إذا كان هذا فيه نفع لهم، ولكن خذ وكالة من القاضي، خذ وكالة من القاضي. أما ما حصل وأنك شريت لهم مالهم وفيه مصلحة لهم، هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم.